انت فاكره اليوم اللي انت خرجتي فيه من البيت؟ كنا بالبيت خايفين، ماما ما مش قبلت تطلع، لكن بابا قال لازم نطلع، ولما فكرت فينا قالت لا ما بيصحش نبقى هنا. وطلعنا الساعه 7:30 عصر، طلعنا ما وصلنا ل 12:30 لليل. ويعني هو هواي كانك خوف. كنتي خايفه صح؟ طبعا كنا خايفين. طب قولي لي، يعني انت في الوقت ده بجد حسيتي ان يسوع سايبكو مش جنبكو، ولا حسيتي بايه ساعتها؟ لا انا طبعا حسيت انه يسوع جنبنا دايما، مش هيعفنا ابدا. كنا بنصلي انه ما يضرش احد مننا. تفتكري ان احنا ممكن نقابل ده بالمحبه، ولا مش هينفع نقابل ده بالمحبه؟ الله يعلمنا انه نحب مهما صار، لازم نحب، لانه هو شيء يلي علمنا يا الله، ما يصير نخون الوصيه.